الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشف المركز العراقي الاقتصادي أن عددا من شركات السفر والسياحة اضطرت لإيقاف عملها بسبب صعوبات مالية وأعباء أخرى تهدد قطاع شركات السفر والسياحة العراقي. وقال المركز إن عدد شركات السفر والسياحة المجازة والعاملة في العراق بلغ 978 شركة بحسب آخر إحصائية رسمية، منها 517 شركة في بغداد و275 في الرصافة و242 في الكرخ، أما البقية والبالغ عددها 461 تتوزع على بقية المحافظات. وأضاف أن مجموع أعداد الشركات المغلقة في آخر 10 سنوات بسبب الإفلاس بلغت في بغداد والمحافظات الأخرى 453 شركة، فيما تبقى 525 تمارس أعمالها حتى بداية عام 2023. سمحت وزارة الزراعة بنقل مادة بيض المائدة المنتجة في مشاريع دواجن كردستان العراقي إلى باقي محافظات العراق الأخرى أو بالعكس. وقال وزير الزراعة عباس جبر العلياوي إن هذا القرار جاء لمواجهة الارتفاع في أسعار هذه المادة الحيوية في السوق المحلية، مضيفاً أنه وجه شركة ما بين النهرين العامة والشركة العراقية لإنتاج البذور بسرعة لتجهيز مادة أعلاف الذرة الصفراء إلى مربي الدواجن بالكميات الكافية والأسعار المدعومة من الدولة لضمان استمرارهم في إنتاج هذه المادة وديمومة رفض السوق المحلية بالأسعار المقبولة للمنتجين والمواطنين على حد قوله. ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وفي أسواق إربيل بشكل طفيف. وقال مصدر مالي إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في العاصمة بغداد سجلت سعر بيع للمثقال واحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 418,000 دينار وسعر الشراء 414,000 دينار، فيما كانت أسعار البيع ليوم أمس 417,000 دينار. وأشار المصدر إلى أن سعر بيع المثقال واحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعاً أيضاً عند 388,000 دينار وبلغ سعر الشراء 384,000. تراجعت أسعار النفط متخلية عن مكاسب الجلسة السابقة بعد بيانات بالقطاع كشفت عن زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والوقود الأمريكية، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن الطلب على الوقود. وتراجعت العقود الأجل للخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.8% لتصل إلى 74 دولارا و53 سنتا للبرميل، بينما انخفضت العقود الأجل لخام برنت 62 سنتا لتصل إلى 79 دولارا و48 سنتا للبرميل. وذكرت مصادر نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية قفزت 14,900,000 برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من كانون الثاني، وفي الوقت نفسه ارتفعت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل زيت التدفئة ووقود الطائرات بنحو 1,100,000 برميل. حذر البنك الدولي من اقتراب الاقتصاد العالمي بشكل خطير من الركود خلال العام الجاري، مدفوعاً بضعف النمو في جميع الاقتصادات الكبرى في العالم والولايات المتحدة وأوروبا والصين. وذكر البنك أنه خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام بنحو النصف إلى 1.7% فقط مقارنة مع توقعاته السابقة البالغة 3% بسبب استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرات الحرب في أوكرانيا. وراجعت المؤسسة الدولية توقعاتها لكل البلدان المتقدمة تقريباً ولثلثي البلدان الناشئة والنامية على أن تسجل الولايات المتحدة خصوصاً نمواً ضعيفاً بنسبة 0.7% مع انعدام النمو في أوروبا قبل انتعاش ضعيف عام 2014 نسبته 2.7%.
والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن. ختام الموجز إلى اللقاء.